عندنا شوربه لسان عصفور وحاطينه على النار بيتحمر اهو. طيب هنعمل ايه بقى يا سيدي كده؟ هنا صدر الدجي اهو، حطينا سمنه او زيت مع لسان العصفور وهو بيتحمر. دي الفراخ بتاعتي اهي، اصحى بقى معايا يا باشا والنبي. بعد كده ده الكرفس، شويه فلفل حار، شويه بصل، شويه ثوم، شفت بقى جديد يا باشا اهو، كله منه فيه. الفراخ استوت اهو، ادي شوية كمون، انا شايف عايز انا شايف في حاجة غلط كده مش عارف ايه هي دي ايه. شوية كاري اهو، لا ولا حاجة. وادي الدزر، يبقى كله منه فيه اهو. ده الملح، ادي الفلفل، قوم بقى ادي الهوت ووتر، غطي على الخبر مجور. جميلة زي الفل.